حب. عندما تتفكر وتقرأ في كتاب الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، عندما تقرأ قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم، نسبهم إليه، قال يا عبادي. ما هذا الكرم؟ كيف يعاملنا هذا الرب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انتبهوا سيأتيكم العذاب، لا تقنطوا من رحمة الله عندكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله، كم مرة أذنبت